السلام عليكم الشباب. اليوم غادي نشوفوا واحد التمرين بخصوص مهم، تمرين عام دراسات الدالة، فيها مجموعة تعريف، فيها الاشتقاق، فيها جدول التغيرات و اف سكون تي يعني التقعر والدالة الأصلية. دونك نبداو بالتصحيح إن شاء الله. حدد مجموعة التعريف. مجموعة التعريف هاد الدالة هادي، مجموعة التعريف هو المقام يخالف الصفر، ياك؟ دونك التحرير هو كيلكو سوا اكس ينتمي الى دد اف ايكيفالون ك لو راسين دو 2 اكس كاري بلس اكس صافي ديفيرون دو زيرو، ياك؟ و داكشي اللي داخل ديال الجذر اكبر او يساوي الصفر، مفهوم الشباب؟ دونك سو كي ايكيفالون، هادي باش تخالف ليا الصفر، يعني يكفي ان داكشي اللي داخل ديالو خصو يخالف ليا الصفر، يعني 2x كاري بلس x صافي ديفيرون دو زيرو، اي هاد لا بارتي هادي اكبر او يساوي صفر، يعني نعمل بواحد x عامل 2x كاري عامل 2x بلس 1 اكبر او يساوي صفر. نفس القضية تاهي نعمل بها، يا x عامل 2x x زائد 1 ديفيرون دو زيرو، هاد لا بارتي تاهي 2x بلس 1 دو سوبيريور ايكوال زيرو، باش تكون هاد لابارتي ديفيرون دو زيرو، يعني يكفي أن يا إما إكس ديفيرون دو زيرو، لا يكفي أن إكس ديفيرون دو زيرو و دو إكس بلس أن ديفيرون دو زيرو، يعني أ فوا بي باش يكون يخالف ليا الصفر خصو بجوج يخالف ليا الصفر، يعني لا جاب الله كان واحد فيهم، يعني كان استثناء غير واحد فيهم كيساوي الصفر، يعني داكشي غيساوي ليا كامل الصفر، وباش يخالف ليا الصفر خصهم بجوج يخالفوا ليا الصفر، مفهومة الشباب؟ دونك يعني x يخالف الصفر و 2x يخالف الصفر، يعني 2x يخالف موان زان، دونك اللي هي x يخالف موان زان دومي، مفهوم؟ و a فوا b باش تكون أكبر أو يساوي الصفر، a فوا b أكبر أو يساوي الصفر، يعني خص يكون a و b أكبر أو يساوي الصفر أو a و b inférieur ou égal à 0، مفهوم؟ يعني يا اما يكونوا بجوج موجبين يا اما يكونوا بجوج سالبين، يعني الجداء ديال سالبين كيعطيك موجب والجداء ديال موجبين كيعطيك موجب، مفهوم؟ يعني كاين دابا حالتين هنا، يعني يا اما اكس اكبر او يساوي صفر و 2x رد بحال القضية، يعني نحسب ديريكت اكس، يعني اكس اكبر او يساوي موان زان دومي او اكس اصغر او يساوي صفر و 2x او عفوا x اصغر او يساوي موان زان دومي، مفهوم الشباب؟ دونك هنايا كاين بزاف ديال المجالات اللي عطاتنا هنايا. لا بارتي الاولى شنو هو المجال اللي عطانا؟ يعني x يخالف زيرو و x يخالف موان زان دومي، يعني r هاد لا بارتي الاولى، غير لا بارتي الاولى r باستثناء زيرو اللي هو ايطوال باستثناء موان زان دومي، و هذا غير هذا ماشي تحرير، دابا غير كامل بغينا نفهموا الامور نبسطوا الامور وصافي. و نشوفوا هاد لابارتي الاولى، هاد لابارتي الاولى اش كتقول ليا؟ يعني اكس اكبر او يساوي صفر و اكس اكبر او يساوي موان زان دومي، باش تحقق ليا هاد لاسيرسيون هادي، يعني في المنطق يعني ملي كيكون العطف و يعني بجوج خصهم يكونوا، يعني خصو يكونوا فغي لي دو، خصو يكونوا فغي، يعني x اكبر او يساوي صفر و x اكبر او يساوي موان زان دومي، يعني x اكبر او يساوي زيرو، ما يمكنش يكون اكبر موان زان دومي ويكون في نفس الوقت اكبر او يساوي صفر، يعني خصو يكون سيغمو انه اكبر او يساوي صفر باش يحقق لي انه اكبر او يساوي ناقص واحد على جوج، مفهوم الشباب؟ يعني لابارتي الاولى يعني x اكبر او يساوي صفر، وهاد لابارتي الثانية باش تكون x انفيريور ايكال زيرو و x انفيريور ا موان زان دومي، اش خصو يحقق ليا؟ يعني خصو يحقق ليا هاد لابارتي الثانية، يعني باش يكون انفيريور ا زيرو و انفيريور ا موان زان دومي سي سيغمون خصو يكون انفيريور ا موان زان دومي، مفهوم الشباب؟ او هاد لابارتي الثانية يعني x انفيريور ايكال ا موان زان دومي، مفهوم الشباب؟ دونك عندي هاد لابارتي هادي مع هاد لابارتي، دونك عندي هذا المجال هذا اللي هو اغ اطوال، يعني يعني اغ باستثناء زيرو وموان زان دومي، وعندي هذا المجال هذا اللي كيحقق لي يعني زيرو بلس لانفيني موان زان دومي موان لانفيني،
نحاول نديرو بحال هكا، موان لانفيني موان زان دومي اتحاد، حيتاش ديما او اتحاد كان توا كندير تقاطع، مفهوم؟ دونك اكس اكبر او يساوي زيرو، يعني هي زيرو بلس لانفيني. اسمحوا لي هاد لابارتي هادي راه داخله، دونك هاد هذا هو المجال ديال هاد لابارتي هادي. والمجال ديال هاد لابارتي هادي شنو هو؟ هو موان لانفيني موان زان دومي، موان زان دومي خارجه اتحاد بطبيعه الحال، موان زان دومي فيغ زيرو اتحاد زيرو بلس لانفيني. وباش تكون هاد لي دو زانسيرسيون يكونوا فغي، يعني خصني نختار غير العناصر المشتركه، يعني ملي كنكون هو يعني كندير العناصر يعني كندير العناصر المشتركه ما بين هذه وما بين هذه، يعني كندير العناصر المشتركه ما بين هذه وما بين هذه. دونك موان زان دومي موان لانفيني موان زان دومي كاين عندي هنا، غير خصني نستثني هاد موان زان دومي على برا تكون ما كتنتميش للمجال اللي هي موان لانفيني موان زان دومي، ولكن خص تكون خارجه، مفهوم؟ هاد لابارتي ما بين موان زان دومي وزيرو ما كايناش في هذا المجال هذا، يعني غادي نحاول نستثنيها يعني نحيدها. اتحاد اش بقى ليا؟ زيرو بلس لانفيني. زيرو عندي هنايا مخارج، يعني غيكون على برا، يعني زيرو بلس لانفيني. دونك ديد اف اش كيساوي ليا؟ غيساوي ليا المجال اللي هو موان لانفيني موان زان دومي اونيون زيرو بلس لانفيني. دونك دي دي اف هو هذا، مفهوم؟ نتمنى هاد لابارتي تكون مفهومه، حيتاش ديما او اتحاد كانت هو تقاطع، مفهوم؟ دابا درت تقاطع ما بين هاد جوج مجالات وعطيت دي دي اف، مفهوم؟ ندوزو حساب اشتقاق، اشتقاق ديال اف بريم. يعني عندي كاري داكسيون اف قابلة للاشتقاق، المهم هذاك الشيء كامل اللي كيتكتب اف قابلة للاشتقاق لانها خارج دالتين خارج دوال قابلة للاشتقاق، خارج هو مركب دوال قابلة للاشتقاق، خارج هو مركب دوال قابلة للاشتقاق فين؟ في المجال اللي هو الديد اف. الديد اف خصو يكون مفتوح، وعندي هذا المجال مفتوح يعني فغي. صافي الشباب، دونك كيلكو سوا اكس ينتمي الى ديد اف ايكيفالون كو اف بريم دو اكس ايت ايغال اشنو؟ عندي اف سور جي، ديما اف سور جي المشتقه ديالو كندير جي كاري اف بريم فوا جي موان اف فوا جي بريم، هذه هي القاعده اللي كنستعمل. دونك عندي المقام عندي ليه او كاري صافي 2 اكس كاري بلس اكس لا فالور ابسولي، يعني الراسين او كاري غيعطيني ديك لا فالور ابسولي. غندير المشتقه ديال اف لا بارتي الفوقانيه اللي هي 4 اكس زائد 1 المشتقه ديالها اللي صافي 4 4 عامل راسين دو 2 اكس كاري بلس اكس لي موان 4 اكس اف فوا جي بريم، وجي بريم عندي لتحت هو الراسين. والجذر المربع الاشتقاق ديالو شنو هو؟ دونك عندي جذر مربع ديال 1 بلس او اكس 2x كاري بلس 1 بلس x، المشتقة ديالي هي 1 دومي، الفوق كندير 2 فوا 2 صافي 4، دونك 4x بلس 1 سور لو راسين دو 2x كاري بلس x، مهم راسين دو 2x كاري بلس x 4x بلس هاد الموان ديال ما كايناش، دونك اش غادي يعطيني؟ عندي لتحت اللي هي لا فالور ابسولي ديال 2 اكس كاري بلس اكس لا بارتي الفوق نوحد المقام، المقام غادي ينزل ليا لتحت اللي هي 2 فوا لو راسين دو 2 اكس كاري بلس اكس. دونك هاد لا بارتي هادي مع هاد لا بارتي غضرب فيها غادي تولي 2 اكس كاري بلس 1 لا فالور ابسولي، 2 فوا 4 صافي 8 8 la valeur absolue de 2x carré plus x. Ou had la partie غضرب في هادي غتولي او كاري، مفهوم؟ يعني ناقص 4x plus 1 او كاري.
بون مجموع التعريف او كيل كو سوا اكس ينتمي الى الدي اف اللي هو عندنا حنا هو موان لانفيني موان زان دومي زيرو بلوس لانفيني. خصني نحاول ندرس هذه باش نحاول نحيد لا فالور ابسولي. دونك كيل كو سوا اكس ينتمي الى هذاك المجال غنشوف واش 2 اكس كاري بلوس اكس واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. وباش ندرس هذيك هاد لا بارتي هادي غنحاول ندير واحد الجدول ديال التغيرات باش نعرف اف باش نعرف فين البصله كتكون بوزيتيف وفين البصله كتكون نيجاتيف، باش الا جاب لك كانوا مختلفين نحاول ندير فصل الحالات. مفهوم؟ ناخذ مجال ديال التعريف اللي هو موان لانفيني جوسكا موان زان دومي زيرو بلوس لانفيني. هاد لا بارتي هادي غير معرفه. دونك ناخد عندي اصلا انني 2 اكس كاري بلس اكس اللي هي كتساوي ليا اكس عامل كتساوي ليا اكس فاكتور دو 2 اكس بلس 1 اللي هي غندير اكس فوا او 2 اكس بلس 1. غندير كل وحده شحال الاشاره ديالها وغادي نحاول انني ندير الجداء ديالهم ونشوف كيفاش دايرين. دونك اكس فهاد لابارتي هادي موان بطبيعه الحال، اكس فهاد لابارتي هادي بلس بطبيعه الحال. مفهوم؟ 2x plus 1 فهاد لابارتي في كتنعدم ليا 2x plus 1 كتنعدم ليا في موان زان دومي، يعني هنا هاد لابارتي كتنعدم ليا قبل منها يعني قبل الزيرو يعني قبل الجذر كتكون موان بطبيعة الحال. من بعد الجذر راه كتكون بوزيتيف، يعني من بعد هاد لابارتي هاد لابارتي كتكون بوزيتيف. دونك هادي راه معرفة، اكس راه معرفة غير حنا دابا في الداد اف يعني حيدناها، اما اكس راه معرفين هنا ومعرفين هنا، ولكن في مجموعة التعريف ديالنا حنا حيدنا هاد المجال هذا يعني قبل الزيرو هكا. دابا هادي كتنعدم ليا في الزيرو قبل الزيرو بلس ومن بعد الزيرو قبل الزيرو موان ومن بعد الزيرو بلس، و 2 اكس بلس 1 قبل الزيرو موان ومن بعد الزيرو بلس. الى درت الجداء ديالهم اللي هو هذا اللي بغينا حنا 2 اكس كاري بلس اكس الجداء ديالهم اللي هي بلس بلس. دونك غادي نحيد لا فالور ابسولي من دون خوف ولا حرج. مفهوم الشباب؟ حيتاش كيف ما كنعرفوا لا فالور ابسولي ديال اكس كتساوي ليا يا اما موان اكس يا اما اكس. اكس موان اكس الا كان اكس انفيريور ا زيرو، اكس الا كان اكس سوبيريور ا زيرو. الا حيدت لا فالور ابسولي ونشرت هاد لابارتي هادي ستعطيني هاد لابارتي هادي، نحسبها هنا في الجن. دونك هي 4 او كاري اللي هي 16 اكس كاري زائد 2 فوا 4 صافي 8 اكس بلس 1. مفهوم؟ هنا عندي كامل موان 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 مع هاد الموان هذا. دونك 2 فوا 8 صافي 16، يعني 16 اكس كاري بلس 8 اكس. 16 اكس مع موان 16 اكس تمشي ليا، 8 اكس مع 8 اكس تمشي ليا، غتبقى ليا واحد الان فوق. مفهوم؟ دونك 1 سيغ لا فالور ابسولي يمكن لي نحيدها ما عندي حتى شي اشكال، ولكن ما عندي فيها حتى شي اشكال. يمكن لي ندخلها في وسط راسين، يعني الرده هي 2 اكس كاري بلس اكس على بيسونس 3. فهم؟ حيتاش على بيسونس 3 واشنا هي؟ اكس على بيسونس 3 واشنا هو؟ اللي هو اكس فوا اكس فوا اكس. فهم الشباب؟ اللي هي اكس كاري فوا راسين دو اكس. لا راسين كاري اش كيساوي؟ راسين او كاري اش كيساوي؟ هو لا فالور ابسولي ديال اكس فوا راسين دو اكس اللي هي اكزاكتومون هادي، اللي هي اكزاكتومون. دونك عندي اف بريم اللي هي هادي. كيلكو سوا اكس ينتمي الى مجموعة التعريف خصو يحقق ليا انني ان المقام يكون يخالف الصفر، وهاد لابارتي تكون بوزيتيف، يعني اكزاكتومون انها بوزيتيف، يعني بوزيتيف يعني المقام بوزيتيف فوا الفوق بوزيتيف، يعني اف بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف. مفهوم الشباب؟ يعني في مجموع التعريف. مفهوم الشباب؟ ندوزو السؤال اللي من بعد هو تغيير مجموع تغيير او تحديد جدول التغيرات. دونك جدول التغيرات ولكن قبل ما نشوف جدول التغيرات كاين عندي واحد الخطا هنايا فد هاد الاف بريم عندي هنايا بلس ماشي هنا عندي موه ماشي بلس، حيتاش ديجا ملي حسبت راه كاينه مو هنا. مفهوم؟ يعني اف راه انفيريور ا زيرو. هاد لابارتي كيف ما شفنا بان لتحت راه بوزيتيف، دونك مع المو صافي مو، يعني اف بريم انفيريور. ديريكتومون يعني ها تناقصيه. دونك جدول التغيرات هنا غنحدد المجال ديال التعريف مو لانفيني بلس لانفيني
moins un demi et 0. هاد لا بارتي هادي كيف ما قلنا بانها ما معرفاش عندنا. دونك عندي اف بريم ça fait f prime x et f. Donc f prime est inférieur à 0, donc moins moins f تناقصية تناقصية قطعا. مفهوم الشباب؟ نسينا واحد المسألة ديال الحساب، حساب النهاية عند المحتات. دونك عندي الليميت المحتات كيف ما عرفنا بأن موال انفيني موال زان دومي زيرو بلس انفيني، هادو هما المحتات هنا غير معرفة. دونك المحتات x عندما يؤول الى موال انفيني ديال اف دو x اللي هو 4x بلس 1 سور لو راسين دو 2x كاري بلس x سور 2 ايت ايغال. الى حسبت الليميت في موال انفيني دونك كان خصنا نحاول ناخذ اكبر اس لفوق واكبر اس لتحت. باش نبين اكبر اس لتحت نحاول نعمل باكس كاري في وسط الراسين، نعمل باكس كاري ونخرجه على برا يولي لا فالور ابسولي دو اكس. اكس عندما يؤول الى موال انفيني دونك 4x بلس 1 سيغ إلا عملت بلو راسين دو إكس كاري صافي لا فالور أبسولي ديال إكس فوا عامل اللي هي دو إكس كاري، دونك تعملات زائد إكس. عملت أنا بإكس كاري يعني أن سيغ إكس. مفهوم الشباب؟ دونك عندما يؤول إكس إلى موان أنفيني يعني إكس أنفيريور أ زيرو، دونك لا فالور أبسولي ديال إكس غتعطيني موان إكس. مفهوم؟ كيف ما عرفنا بأن الليميت في الأنفيني كناخد أكبر أس، يعني ناخد إكس في أين ناخد اكبر اس الفوق اللي هو 4 اكس سيغ بالمعامل ديالو بطبيعه الحال على سيغ 2 لا فالور ابسولي ديال اكس اللي هي موان اكس، يعني 2 مع الموان لتحت. دونك صافي غتختز ليا 2 مع 2 غتبقى ليا موان 2 اكس مع اكس و 2 مع 2 صافي موان 2. مفهوم الشباب؟ دونك الليميت عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني ديال اف دو اكس اللي هي 4 اكس بلس 1 سيغ 2 راسين ديال 2 اكس كاري بلس اكس لي ميم زيتاب. مفهوم الشباب؟ يعني غير غيكون عندي اختلاف في هاد لا فالور ابسولي تعطيني اكس، حيتاش مهما يكون اكس اكبر او يساوي صفر لا فالور ابسولي ديال اكس تعطيني اكس، مهما كان اكس اكبر او يساوي اكبر او يساوي صفر. مفهوم؟ حيتاش عندنا اكس يؤول الى بلس انفيني، دونك يعطيني اكزاكتومون عوض هاد الموا غيولي بلس، دونك صافي دو. مفهوم الشباب؟ دونك نشوفو الليميت عندما يؤول الى موان زان دومي في لا بارتي غوش ديال f de x اللي هي 4x بلس 1 سور 2 لو راسين دو 2x كاري بلس x. الى جات عوض بموان زان دومي عوضتها الفوق عوضتها لتحت. دونك 4x يعني 4 موان زان دومي نحاول نحسبوها هنا في جنب، يعني 4 فوا موان زان دومي يعني موان 2 بلس 1 ايتيغال موان زان. دونك الفوق يعطيني موان زان، لتحت غتكون عندي 2 fois le racine de 2 moins 1 au carré, il y a 1 sur 4, il y a 1 demi moins 1 demi. 1 demi moins 1 demi, donc 0. 0 fois 2, ça fait 0. Moins 1 sur 0, il y a 1 sur 0 plus l'infini, mais 1 de moins, ça fait donc moins l'infini. Il faut moins cher, moins l'infini. Il faut moins cher. Au limite, il y a x. الى 0 بلس يعني يمين ديال 0 نحسبها 4x بلس 1 سور 2 راسين ديال 2x كاري بلس x. الى عوضت بالزيرو هنايا 0 0 صافي 0 يعني 1 سور 0 دونك ايتيغال بلس لانفيني، يعني 1 سور 0 ستادير بلس لانفيني. الى جيت عوضتها دونك غادي نعوض هاد النهاية هادو في جدول التغيرات، عندي ليميت في موان لانفيني كتعطيني موان 2، دونك موان 2 فهاد لابارتي هادي فهاد النقطة هادي موان زان دومي صافي موان لانفيني، زيرو بلوس صافي بلوس لانفيني، بلوس لانفيني صافي دو. مفهوم؟ دونك فهاد لابارتي دونك هاد موان دو اي دو عبارة عن مقاربات، يعني نشوفو هادشي في التأويل الهندسي. مفهوم الشباب؟ دوزو دابا السؤال اللي من بعد اللي هو حساب المشتقات الثانية يعني اف سكون. مفهوم؟ دونك عندي ديجا بأن اف بريم دو اكس كتساوي ليا اللي هي 1 سور 2 فوا راسين دو زو اكس كاري بلس اكس على بيسونس 3. مفهوم؟ دونك
كيلكو سوا اكس ينتمي الى الدد اف اللي هو مجموعه الثلاثه اللي عرفنا بان هي موان لانفيني موان زان 2 ميل زيرو بلس لانفيني. هاد اف بريم راها قابله للاشتقاق، يعني هي خارج دوال قابله للاشتقاق، مفهوم؟ دونك الداله المشتقه ديال الداله هادي يعني هي ان سوغ واحد الفونكسيون. يمكن نكتب هادي على خصني نحاول نسهلها على راسي، يعني عندي اف بريم دو اكس اش كتساوي لها غير اف بريم. هاد لابارتي هادي غادي نحاول نسهلها، مفهوم؟ يا ان دومي فوا هاد لو راسين يمكن ندير ليه موان زان دومي، موان زان دومي ياك، يا دوز اكس كاري بلوس اكس موان ان دومي على بويسونس تروا، مفهوم؟ على هاد الشكل هذا. دونك ملي كنكتب الدالة على هاد الشكل هذا كنسهل عليا، يعني بغيت ندير لها الاشتقاق كتسهل ليا. دونك ندير لها هي اف سكوند دو اكس ايتيكال شنو، غتبقى ليا ان دومي على برا، هاد البويسونس كيولي كفاكتور يعني هي موان تروا دومي فوا المشتقة ديال هادي لداخل اللي هي دو فوا دو سافي كاتخ اكس بلوس ان فوا فوا هادي لداخل هي اكس على بويسونس اكس كاري بلوس اكس على بويسونس موان تروا دومي موان زان. ملي غندير موان تروا دومي موان زان شتعطيني هي موان تروا موان دو سافي موان سانك سوغ دو، فهم؟ يعني موان سانك دومي، مفهوم الشباب؟ دونك جي نحسب موان تروا سي موان تخوا سوغ كاتخ فوا كاتخ اكس بلوس ان فوا دو اكس كاري بلوس اكس موان سانك سوغ دو. دونك هادي هي اف سكوند. دونك اف سكوند ايتيغال à moins 3 fois 4x plus 1 4 fois le racine, yani en dire puissance 2 sur 2, yani le racine adi, j'ai le racine énième, quand on dit 3 ou 4, on dirait 3 ou bien 4, donc on dit 2, donc le racine carré à la puissance 5, il y a 2x carré plus x. دونك خصني نشوف انا امتى هاد اف سكوند كتساوي ليا زيرو. دونك عندي هاد لتحت هذا ديجا شفناه بانه راه بوزيتيف في دي دي اف كامله، فهم؟ دونك كيبقى لي غير هاد لابارتي الفوقانيه، وهاد لابارتي الفوق يعني اف سكوند باش يساوي ليا زيرو، اف سكوند دو اكس كيساوي زيرو. خصني نحل هاد المعادله هادي، يكفي ان يكون عندي موان 3 فوا 4 اكس بلس 1 كتساوي زيرو، يعني يكفي ان 4 اكس بلس 1 ايتيغال زيرو. دونك نحل هاد المعادلة هادي، يعني يكفي ان اكس تكون كتساوي ليا موان زان سور كاتر، مفهوم الشباب؟ دونك فهاد لابار فهاد اكس اللي كيساوي موان زان سور كاتر هو فاش كتنعدم ليا هاد اف سكوند، مفهوم الشباب؟ يعني باش نعرف هاديك البوان بالضبط كنمشي نحسب اف يعني فونكسيون اف دو موان زان سور كاتر كتعطيني واحد العدد، وكنعوض دوك كتولي لي النقطة إكزات ذات الإحداثيات يعني الأفصول اللي هو موان أن سور كات و إف دو موان سور موان زان سور كات. دونك هاد النقطة هادي إف سكوند كتساوي لي زيرو، وهاد إف سكوند كتساوي لي زيرو، دابا يعني من بعد كيكون بوزيتيف ومن بعد من قبل كيكون نيجاتيف، مفهوم الشباب؟ يعني إن فوا إكس كيكون أكبر أو موان زان سور كات، يعني إف سكوند من بعد كتكون بوزيتيف، يعني الشكل ديالو كيكون كونفيكس، كيقول لي هذه مقعر ولا محتاب ولا ما عرفش. المهم كيكون على هذا الشكل هذا من بعد موان زان سور كات، وقبل كيكون على هذا الشكل هذا. دابا هذه كونفيكس هذه كونكاف، مفهوم الشباب؟ محتاب مقعر. المهم الشباب حيت دابا هذا ماشي الدرس ديالنا، دابا الدرس ديالنا حنا كنحاول انسيستيو غير على الاشتقاق وعلى الدوال الاصل، يعني من بعد ان دونك صافي راه لقينا دابا اف سكوند، والهدف من اف سكوند راه هو دراسه التقعر او التحدب ديال الداله اف اللي كيسهل علينا الرسم ديالها. ندوزو دابا لحساب الداله الاصليه اللي هو الهدف ديالنا من هاد التمرين هذا. الداله الاصليه لي اف، عندي اف اش كتساوي ليا؟ اف دي اكس كتساوي ليا 4 اكس بلس 1 سور 2 راسين ديال 2 اكس كاري بلس اكس. دونك الدالة الأصلية دابا شنو باش نلقى الدالة الأصلية؟ شنو هي الدالة اللي درت ليها الاشتقاق تعطيني هاد الدالة هادي، مفهوم؟ دابا كيف ما كنشوف لوغاسين لتحت وديجا كنعرف، باش نرجع من لوغاسين يعني
دابا نحاول نقدها، يعني هي 4x بلس 1 سور 2، يعني 1 دومي فاكتور على برا، لي 2x كاري بلس x على بيسونس موانز 1 دومي، مفهوم؟ يعني عندي على هذا الشكل هذا، وكيف ما كنعرفوا في القاعدة، يعني أو بلا قاعدة ما عندناش حتى شي إشكال، يعني باش كان ملي كندير ليها الاشتقاق دابا هذه الدالة راه مدير ليها الاشتقاق من قبل، مفهوم؟ باش نلقى الدالة الأصلية ديالها. يعني ملي كندير الاشتقاق كنعرف بان راه كنقص واحد في البويسونس وكنزل هاد لا بارتي هادي كندير لها الاشتقاق. دابا درت الاشتقاق لهاد الداله هادي كتعطيني هي 4 اكس بلس 1 اكزاكتومون اللي هي هادي، دونك عند موان زان دومي ديجا درت ليها الموان، يعني باش نجبد الداله الاصليه ديالها يعني نزيد بلس 1 ويزد 1 في هادي تعطيني هي 1 دومي، دونك غتولي ليا اللي هي 2 اكس كاري بلس اكس فوا ان على لا بويسونس ان دومي. نجي نحسب لها الاشتقاق ديالها ونشوف واش كتحقق ليا هادشي ولا لا. غنعوض، غتولي ليا ان دومي على برا لو بويسونس كيولي كفاكتور مضروبة في المشتقة ديال هادي اللي لداخل اللي هي 2 اكس كاري بلس ان اللي هي 4 اكس بلس ان، دابا هادشي غادي تقريبا اكزاكت فوا هاد 2 اكس كاري بلس اكس على لا بويسونس ان دومي موانز ان صافي موانز ان دومي اللي هي اكزاكتومون هي هاد. دونك صافي دوك لقينا يعني المشتقة الدالة الأصلية ديالها اللي هي دونك غوند اف دو اكس اش كتساوي ليا اللي هي 2x كاري بلس x à la puissance 1 demi. Exactement. 1 demi 4x plus 1 2x كاري بلس x moins 1 demi exact. يعني اش كتساوي ليا؟ يعني اللي كتساوي ليا لو راسين دو 2x كاري بلس x. يعني كتحقق ليا هاد الشرط هذا. دونك بلس واحد لا كونستانت خصني نحاول ما ننساهاش، بحيث هاد لا كونستانت هادي كتنتمي ليا الى اخ، مفهوم يا شباب؟ نتمنى الفيديو يكون مفهوم، و الا كان شي سؤال ولا شي حاجه ما مفهوماش يمكنكم تخليوها في التعاليق. بالسلامه.